وراو البدايات تحدد النهايات. البداية كانت مع تعيين سيد الحبيب الصيد، وهو الذي كان، وهذا حسب علمي، معناه أنه جل الساحة السياسية تعرف أنه مقترح نداء تونس ووافقت عليه حركة النهضة. وقد كان أثناء المشاورات من أجل اختيار الشخصية الأقدر حركة النهضة على علم. هذه الملاحظة الأولى لنسوقها. الملاحظة الثانية أنه في ظل الوضع كما تعيشه البلد هذه الأيام، وفي ظرف انتقالي، لأنه احنا حتى على المستوى المؤسساتي في الدولة، فإنه ما زلنا لم نستكمل المؤسسات الدائمة في هذا البلد. زالت عنا أجيال ديجا دستورية، عنا 6 أشهر، عنا 11 نوفمبر، عنا 2 سنين، هذم كلهم مؤسسات، وبالتالي نحن في وضع انتقالي. الأوضاع الانتقالية عادة تتطلب حد أدنى من الوفاق. قلتها في مرة سابقة أنه الوفاق السياسي يترجم حكوميا عبر حكومة وحدة وطنية. المشكلة فين؟ أنه لقينا نقص للجرأة السياسية والأخلاقية للحديث عن هذه الخيارات بكل وضوح، توجه للناس بدون مناورات، ثم جلسات وأحاديث، وهو عادي. وأعتبر أنا أن الحكومة هذه وتشريك حركة النهضة فيها هو الخيار الأصوب في هذه الظروف. أنا على شفا النقيض مع حركة النهضة من خلال البرنامج ومن خلال التوجهات، لكن كنا نستحضر وراءه نهار 14 جانفي، يوم 19 جانفي في مقر الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أسست مجلس حماية الثورة، واستحضر حتى في وقتها تصريحات منهم، تصريح للشهيد شكري بن عيد يقول فيه حرفيا على الهيئة التي شكلت في وقت هذه ستكون مشروع الحكم فيما بعد الثورة، وكانت فيها حركة النهضة. اليوم ما أعتقده أنه راه وجود حركة النهضة هو أساسا سيسبب سيكون له سيؤدي إلى نتائج 3 عاجلة. النتيجة الأولى أنه البلاد اليوم حاجتها إلى الاستقرار السياسي. وجود حركة النهضة خارج الحكم سيدفع، ومباشرة مش بتعمل معارضة البرلمانية، ستمر إلى الشارع.